قبل فترة انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة هذا الشخص، شخص يسمي نفسه ديفيد رجل الكهف. هذا الشخص ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي يناقش مع متابعيه مواضيع تتعلق في الفلسفة والأدب والفن. الغريب أنهم عندما حققوا في سبب وفاته وجدوا أنه انتحر في شقته في السويد، مع أنه كان يعرف نفسه على موقع تويتر بأنه ناشط في التوعية بالاضطرابات النفسية، وله مقطع كامل تحت عنوان كيف تعيش سعيدا. فانصدم متابعيه من هذا الخبر وبدأوا يتساءلون لماذا قد ينتحر شخص كان يخبرنا في يوم ما عن سبل السعادة. ليتضح لاحقا أن هذا الشخص كان غارق بالأفكار الإلحادية التي كان يبثها لمتابعيه بمناقشاته، وينكشف الستار عن الجانب الذي لا يعرفه الكثير عن حياة الملحدين، ما وراء كواليس الإلحاد. تعريف الملحد أيها الأحبة باختصار هو كل من ينكر وجود الله عز وجل. أساسا ليس غريبا أن ينتحر الملحد، بل أنه أمر طبيعي وبديهي ومتوقع جدا، بل يعد عدم انتحاره هو الغريب. تخيل، في دراسة بحثية اتضح فيها أن أعلى نسبة للمنتحرين في العالم على الإطلاق تقع بين الملاحدة واللادينيين، بل أن الثقافة الدينية هي علاج للانتحار كما تخبرك مجلة طب النفس الأمريكية. في نهاية بحثها تقول إن الثقافة الدينية هي علاج مناسب لظاهرة الانتحار، حتى أن منظمة الصحة العالمية نشرت في محاربة الانتحار عام 2014 تقول إن نسبة الانتحار في العالم الإسلامي والدول المسلمة متدنية جدا بسبب عدم انتشار الإلحاد فيها عن غيرها. إذن هي علاقة طردية بين الإلحاد والانتحار، كلما زاد الإلحاد كلما زاد الانتحار. لذلك لو تمعنت في اليابان تجد أنها تملك ثاني أكبر نسبة ملحدين في العالم بعد الصين، بنسبة 19 إلى 30% من الشعب ملحد، وهنا من الطبيعي أن تجد أنها تملك نسب انتحار عالية. وبالفعل اليابان تمتلك أكبر نسبة انتحار في العالم. في تقريرها الأخير لعام 2020 وجدوا أن هناك 20,919 حالة انتحار فقط في عام 2020، والأعداد في تزايد لديهم كل عام، لدرجة أن هناك غابة مشهورة لديهم يذهب إليها من يرغب بالانتحار. تخيل. لماذا ينتحر الملحدون؟ اذهب إلى أي طفل صغير واسأله لماذا تعيش على الأرض، سيخبرك بفطرته، لأن لنا خالق خلقنا وأرسل لنا الرسل وجعلنا نعيش على هذه الأرض لنعبده ونعمرها، ثم بعد هذه الحياة نموت. فإن كنا مطيعين لله عز وجل ندخل الجنة، وإن كنا كافرين ندخل النار. بالرغم من بساطة هذه الإجابة وبديهتها بالنسبة لي ولك، إلا أن الملحدون يسخرون منها ولا يؤمنون بها، ويروا أن كل شيء في هذا الكون مجرد صدفة، وأنه لا يوجد آخرة ولا إله والعياذ بالله. فهم يعتقدون أن الإنسان مجرد حثالة كيميائية. هذا ليس كلامي، بل كلام الملحد عالم الكون الشهير ستيفن هوكينج، يقول إن الجنس البشري مجرد حثالة كيميائية على كوكب متوسط الحجم، يقصد به كوكب الأرض. بل ويعتقدون أن الإنسان هو حيوان من الحيوانات تبع لنظرية التطور، وأن غاية وجوده هي التكاثر فقط. وهذا ما يقوله زعيم الإلحاد ريتشارد دوكينز، يقول الكون لا شيء سوى مجموعة من الذرات المتحركة، والبشر هم ببساطة آلات لتكاثر الحمض النووي. لا حول ولا قوة إلا بالله. فأنت أيها الحبيب في نظر الإلحاد لست إلا مجرد حثالة كيميائية. فهم ينكرون أساسا وجود الروح، ويعتقدون أن كل شيء في الحياة يمكن تفسيره تفسيرا ماديا. مثلا هذا الملحد الحاصل على جائزة نوبل يقول في إحدى كتاباته: أنت وسرورك وحزنك وذكرياتك وطموحاتك وشعورك بهويتك الشخصية وإرادتك الحرة لست بالواقع سوى سلوك لتجمع شاسع من الخلايا العصبية. يعني أنت نكرة، مجرد مجموعة تفاعلات كيميائية حدثت صدفة بدون خالق لها. هذا ما يحاول الملحدون إخبارك به. يقول الملحد المشهور هذا في كتابه، هو بروفيسور في الفلسفة الأمريكية: ما الهدف من الحياة؟ لا شيء. ما الهدف من الكون؟ يقول: لا شيء. هم يا صديقي أساسا لا يجدون هدف من حياتك ولا من حياتهم، لذلك ينتحرون. فعندما لا يكون هناك هدف من الحياة، ما الذي يجعلني أعيش فيها فقيرا أو مكتئبا أو بالضغوطات التي أعيش فيها اليومية؟ فيقررون إنهاء حياتهم وينتحرون. لهذا السبب ينتحر الملحدون. قبل أن أكمل أحبتي بالله، أنصحكم بمتابعة حلقة أصل الإنسان بين نظرية التطور والقرآن للدكتور إياد قنيبي في الحلقة 54 من سلسلة رحلة اليقين، يهدم فيها نظرية التطور والفلسفة العدمية. الإلحاد مخالف للعقل.
كما قلنا في تعريف الإلحاد في بداية جلستنا هو إنكار وجود الخالق. وبالفعل جاء مجموعة من الملاحدة إلى الإمام أبي حنيفة وسألوه: ما دليلك على وجود الخالق؟ فقال لهم: اتركوني وشاني، أنا الآن بالي مشغول بأمر آخر. قالوا له: ما هو؟ قال: أخبرت أن في دجلة هناك سفينة ضخمة كبيرة مليئة بالأصناف العجيبة ذهبت ورجعت من دون أحد يحركها ولا ربان يقوم عليها. فقالوا: أمجنون أنت؟ قال: لا لست بمجنون. لماذا؟ قالوا: كلامك لا يصدقه عاقل، كيف تذهب سفينة وتتحرك من غير عمال ولا ربان يقوم عليها؟ فقال لهم: فكيف صدقت عقولكم أن هذا العالم بما فيه من الأنواع والأصناف والأحداث العجيبة وهذا الفلك السيار الدوار يجري، وتجري هذه الأحداث من غير محدث، وتتحرك هذه المتحركات من غير محرك، وأن كل شيء جاء صدفة؟ أفحمهم، يعتقدون أن المادة الغير عاقلة صنعت الإنسان العاقل، فالإلحاد هو ضد العقل. لذلك الكثير من الملحدين عادوا من الإلحاد بسبب أن العقل والفطرة لديهم لم تقبل الإلحاد. فمن الطبيعي أن تجد ملحدين أمضوا عمرهم في نشر الأفكار الإلحادية وقبل موتهم يعترفون بوجود الخالق. وهذا ما حدث بالضبط مع أشرس ملحد في القرن الماضي الذي جعل نصف العالم يترك الأديان ويلجأ للإلحاد، أنطونيو جيرارد نيوتن. هذا الشخص بروفيسور ومفكر بريطاني اشتهر بكتاباته الإلحادية. تخيل أنه ألف 50 كتاب كلها يدعو الناس ويقنعهم فيها بالإلحاد، وعندما قارب عمره إلى 90 عام صدم العالم باعترافه بوجود الخالق من خلال كتابه الأخير هناك إله. ثم بعد هذا الكتاب ب3 سنوات مات، يعني حتى الشيطان انصدم. طبعا انصدم معه الملحدون أتباعه سابقا وشنوا عليه حملة تشهير ضخمة واتهموه بالجنون، يعني تستمر ل50 سنة تقنعنا بالإلحاد وفي كتاب واحد تنسف كل هذه الأفكار وتموت. فالإلحاد أحبتي في الله له مؤسسات عالمية ترعاه. هذه المؤسسات تقدم المساعدات المالية لكل ملحد حسب نشاطه وفعاليته في نشر الإلحاد في المجتمع. لذلك مع الأسف أصبحت تجد الفترة الأخيرة انتشار هذه الأفكار في مجتمعاتها العربية، وتجد أن لديها متابعين ومصدقين. فأنت عندما ترى شخص ملحد عربي يقوم بعمل حيل ومخادعات على مواقع التواصل الاجتماعي ليخدع الناس بالإلحاد، تأكد تماما أنه مدعوم من هذه المؤسسات ماليا وحتى وبالمحتوى الذي يقدمه. الإلحاد سببا للحروب. بحثوا عن أسباب الحروب التي جرت في العالم من عام الأول الميلادي حتى عام 2008، ووجدوا نتيجة غريبة، وهي أن في المرتبة الثانية كان الملحدون تسببوا في قتل 150 مليون قتيل، تخيل. وهذا يؤكد مقولة الملاحدة: إن لم يكن هناك إله فكل شيء مباح. أحبتي في الله، إياك ثم إياك ثم إياك أن تستمع لهم. بعض الشباب تأخذ من الحمية لمناظرتهم من دون علم مسبق ولا عقيدة راسخة، فيقوم الملاحدة بخداعهم بشبهاتهم، ولا يجد ذلك المسكين من يصحح له الخدعة التي خدع بها، فيستسلم عقله لهم ويصبح والعياذ بالله ملحد. وهنا تأتي أهمية وضرورة تعلم وترسيخ العقيدة الإسلامية، وهذا برأيي ضروري لكل مسلم وليس مختص فقط بطلاب الشريعة والعلوم الإسلامية الذين يتخصصون في مناظرة الملاحدة، بل يجب على كل مسلم أن يتعلم عقيدته ويكون له أساس راسخ فيها. صاد عليكم في الوصف روابط وهدايا تساعدكم على تعلم العقيدة بطريقة سهلة ولكل الأعمار حتى تكون صاحب عقيدة قوية ولا يخدعك مخادع. في النهاية شاركني برأيك في مكان التعليقات، وإذا أعجبك المقطع لا تنسى الإعجاب به، ودمتم في أمان الله.